هذا السلام الضائع الذي تبحث عنه شعوب وبلاد وبؤساء ومرضى وهائمون على وجوههم في الصحراء وفارون من أوطانهم إلى أوطان أخرى نائية لا يدرون أيبلغونها أم يحول بينها وبينهم الموت والهلاك والغرق والأشلاء والجثث الملقاة على شواطئ البحار في مأساة إنسانية بالغة الحزن. لا نعد الحقيقة لو قلنا إن التاريخ لم يعرف لها مثيلا من قبل.